السادس نصره الله لأنه هو الرياضي الأول والذي يدعم القطاع الرياضي في بلدنا الحبيب المغرب. لذا كان نطلب من الله عز وجل أن ينصر صاحب جلالة الملك محمد السادس وأن يشافيه وأن يعافيه وأن يرزقه الصحة والعافية. كذلك كنشكر حضور السلطة الممثل ديالها السيد الخليفة المحترم وأعوان السلطة كذلك والسيد قائد الدرك الملكي بالعرائش والمساعدين للسيد قائد الدرك الملكي بالعرائش. وكنشكر هذا الجمهور الحاضر الجمهور الكريم اللي حضر برسانة الجنوبية بدوار 12 دوسي. أنا أولاً جيت سعيد بهذا التنظيم لهذا الدوري لمقام بتراب رسالة الجنوبية بدور 12 وكنحيي هذه جمعية أجيال لنظمت هذا الدوري رغم الإمكانيات البسيطة ولكن من هذا المنبر كنحييها وما علينا بالنسبة لنا كمسؤولين إلنا ندعموا هذه الجمعية ونشدوا بيدها ونحييوا هذا القطاع الرياضي برسانة الجنوبية وندعموا الشباب في القطاع الرياضي ونبحثوا إن شاء الله وأنا كنوعدكم من هذا المنبر أننا نبحثوا على شراكة عن تجو جميع المصالح الخارجية كذلك وزارة الشبيبة والرياضة وعن وجد الملفات ديالنا باش إن شاء الله تكون عندنا واحد تظاهرة كبرى بتراب رسانة الجنوبية لأن صراحة شفت هذا الدوري يعني مشاركين فيه يعني فرق كاين من جماعات أخرى ولكن الحمد لله يعني في المستوى يعني تنظيم رائع وكذلك يعني هذا القطاع الرياضي اللي كنقولوا يعني باش ندعموا الشباب باش يحاولوا ما أمكن أنهم يتجنبوا يعني الوسائل السلبية أن يكون عندنا مواهب إن شاء الله هنا في البادية وأننا ندفعوا بهم لما أنهم يكونوا في شي نوادي ويمثلوا رسالة جنوبية ويكونوا أبطال. لهذا مرة أخرى كنشكر جميع